مساء الخير وبيتجدد الميعاد كل يوم ثلاث مستمعينا مستمعي الهواء المصري مستمعي الراديو 90 حلقه جديده من المانيفيستو. بتشرف ابقى معاكم انا احمد الطهري وزميلي من الهندسه الاذاعيه المهندس راني مطاوع. بنبدا حلقات الحوار الوطني على الراديو 90 من المانيفيستو. امبارح اكتر من 40 حزب قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم للأكاديمية الوطنية للتدريب، الجهة المشرفة على الحوار على تنظيم الحوار الوطني. امبارح ايضا نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين طلبوا جموع الصحفيين المصريين في بيان رسمي من فضلكم، عبروا عن رأيكم وارسلوا مقترحاتكم ومطالبكم كصحفيين الى الأكاديمية الوطنية. الحوار الوطني، حالة الحوار الوطني بشكل عام لا تنفصل ابدا عن المشهد السياسي الاقتصادي الاجتماعي المصري بل والدولي لمصر وحالة مصر بين الامم، كل ده مربوطين ببعض وكل ده محور حوارنا النهاردة مع ضيفنا الكريم اللي بنستهل بيه بقى حوارات الحوار الوطني على الراديو 90 الكاتب الصحفي والمفكر السياسي الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة اللي منورني هنا في راديو 90. ربنا يخليك، أهلا بيك يا أستاذ أحمد. نبدأ على طول أستاذ محمد، اتفضل. لو هتستجيب دلوقتي لدعوة نقابة الصحفي وهتبدأ ترسل ورقة تحمل اسمك، دي أفكارك لهذا الحوار الوطني، من أين تبدأ؟ الحقيقة أنا استجبت بس مش لدعوة نقابة الصحفيين، أنا سبقت نقابة الصحفيين وتحركت بشكل فادي على فكرة ده حال الصحفيين وتحركت بشكل فادي على موقع الأكاديمية وتحركت بشكل حزبي كمان من خلال حزب الاتحاد وقدمنا تصور ورؤية للحوار الوطني. وطبعا لو في فرصه في نقابه الصحفيين هيبقى يعني هشارك طبعا اكيد مع زمايلي من الصحفيين، ولو في فرصه في اي مكان عايزين نتفاعل من اجل الحوار الوطني هيسعدني وهيشرفني، لان انا يعني سعيد جدا اولا بالدعوه الكريمه من سياده الرئيس اللي فتحت افاق انا شخصيا ما كنتش متخيلها. يعني انا بتامل المشهد ومتابع اللي بيحصل في المجتمع وفي الشارع السياسي وحالة التفاعل اللي يمكن مش واصلة للناس بشكل كبير ومش شايفينها، كل المجموعات السياسية وكل المجموعات الفكرية وكل الناشطين وكل المهتمين بالشأن العام والشأن السياسي في حالة حراك كبيرة جدا حاصلة، حراك حقيقي حقيقي بالظبط. الناس مستوعبة ومصدقة وبتشارك بفاعلية، كل واحد حسب طموحه حسب إمكانياته حسب القنوات السياسية أو القنوات المجتمعية اللي بيقدر يشارك من خلالها. أولا الحوار الوطني لازم نستوعب قيمته تأتي أولا من توقيته المهم، من صراحة رئيس من أنه قال أنه ما كانش راضي عن المشهد والشكل الحياة السياسية في الفترة السابقة وأن ده كان وضع مؤقت بسبب دواعي الخطة اللي كانت موضوعة لاستقرار الدولة والقضاء على الإرهاب وبداية أو تدشين وتفعيل الإصلاح الاقتصادي في مسيرته اللي ابتدت من فترة، كلها دواعي استدعت إن احنا كلنا نتكاتف كويس ونعمل بوز على الاختلاف، نعمل تأجيل لآرائنا اللي ممكن تبدو متعارضة في بعض الأحيان مع بعض الأمور أو بعض التفاصيل اللي بتحصل في الملفات كلها سواء ملف السياسي الاقتصادي الاجتماعي وخلافه. الشيء الثاني في دعوة رئيس المهم اللي لازم ننتبه ليه ولازم ينتبه ليه المجتمع كله، إن رئيس بيفتح باب المشاركة من كل القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة في تحمل المسؤولية في كل ما يتعلق بالدولة المصرية. هو تحديدا الرئيس قال ان الدولة بتتنقل من مرحلة لمرحلة بالظبط، وان الحوار ده يحدد اولويات العمل الوطني في المرحلة القادمة بالظبط. يعني مش حوار تقليب اوراق في الماضي بالظبط، ولكنه حوار يبحث عن المستقبل عن المستقبل صحيح. طيب فكرة اولويات العمل الوطني
كلمة كبيرة قوي ومساحة كبيرة قوي. أوليات العمل الوطني بتبدأ من أبسط الأمور إلى أعقدها، ومن أيسر الأمور إلى أكثرها خطورة. من أين نبدأ؟ خلينا ناخد الإجابة بعد الفاصل. هتتواصلوا معنا زي 91.9 على SMS أو صفحتنا على فيسبوك الراديو 90.9. ورجعنا لكم على الهواء المصري مستمعينا مستمعي الراديو 90.9، ومكمل معاكم من المانيفستو ومكملين حلقتنا عن الحوار الوطني. وضيفنا هذا الأسبوع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة، واللي بالفعل كنت بسأله قبل الفاصل هتستجيب لدعوة نقابة الصحفيين بأنك تبعت أفكارك للأكاديمية الوطنية للتدريب. قال أنا سبقت بالفعل قبل الدعوة، بعد دعوة الرئيس السيسي رحت بعت أفكاري للأكاديمية الوطنية. وكنا بنتكلم على فكرة الحوار الوطني إن هو محدد بأولويات العمل الوطني في المرحلة القادمة، ودي كلمة كبيرة جدا تتسع لكل الأمور. فالسؤال من أين نبدأ؟ أنا هلخص لك رؤيتي للبداية والمسار الحوار الوطني في فقرة أنا كتبها في مقالي الأخير. بقول فيها إن رؤيتي تتلخص في أن الإصلاح السياسي هو السبيل الحقيقي لإضاءة حوار وطني جاد ومستمر وفاعل بين القوى السياسية في مصر، وأن تجديد الخطاب الديني ركيزة أساسية في إصلاح أحوال المجتمع، وأن العمل السياسي للطلاب في الجامعات هو أفضل وسيلة لتحصين الشباب من خطأ الإنغماس في الإرهاب، وأن انفتاح المجال العام في إطار من المسؤولية يخلق إعلاما رشيدا وإيجابيا يسهم في تنوير العقول يشاركه ويدعمه إنتاج درامي واع بأهمية دوره في تشكيل الوجدان واستعادة الشخصية الوطنية المصرية الأصيلة. لا، واحدة واحدة كده وهنمسكهم عنصر عنصر. تمام. حضرتك عايز اقول بس انا اسف بعتك هذه هذا الملخص جاء في سياق مقال كامل عن مساله الحوار، مساله الحوار بعنوان آداب الحوار الوطني. آداب الحوار الوطني، ودي مساله مهمه لازم نتكلم فيها. ما دي مساله مهمه، وانا يمكن اتكلمت فيها مع اكتر من ضيف كريم ومن ضمنهم شخصيات في المعارضه ايضا. هي مساله احنا دلوقتي كلنا كمجتمع في فرصه عظيمه، طبعا في فرصه بناء وطاقه بناء عظيمه. ازاي نمنع طاقة البناء دي انها تتحول الى طاقة تشاحن وطاقة هدم وطاقة تشويه وطاقة استهداف، ويعني نقول ايه، تخليص فواتير وتصفية امراض نفسية اذا جاز التعبير، يعني بين مختلف المعسكرات. ازاي نجنب الحوار الوطني هذا الامر؟ والله بان احنا يعني نستدعي، انا حابب بعضك اقتدي برئيس الجمهوريه سياده الرئيس في مساله الاستدعاء بعض الحاجات من تعاليمنا الدينيه. كويس، احنا الاسلام حدد لنا اربع اداب للحوار. كويس، اسمح لي اقولهم لك كما جاءوا نصا. كويس، في كتب التواصل الاسلامي. كويس، اولهم اخلاص النيه لله وطلب الوصول للحق. ثانيهم التحلي بالاخلاق الفاضله من التواضع والرحمه ورفق وحسن الكلام. ثالثهم الالتزام بأدب الاستماع والإصغاء. آخرهم وأهمهم الالتزام بالمنهج العلمي وتحاري طرق الاستدلال الصحيح. الله، لو حطينا الأربع دول آداب الحوار بس، يعني هنعمل حوار وطني على أقصى مستوى. دول آداب أي حوار، آداب أي حوار في أي مجال، لو اتحطوا نصب عيننا مكتوبين وتوزعوا على كل المشاركين في أي حوار. كويس، انا اعتقد ان اي حوار احنا بنكفل من نجاح من قبل ما يبدا. المنيين يزعلوا ليه؟ ليه يزعلوا؟ ليه اللي يخليهم يزعلوا؟ احنا متفقين كويس ان احنا كلنا مصريين. أيوة، وعندنا مصادر. المنيين يزعلوا؟ لا، ما مش من حقهم يزعلوا. انا مش انا شايف ان اي كلام او اي استدلال او اي استناد على الدين هو استناد هو على عادي. اي مرجعيه انسانيه ما يزعلش. هو لو في مؤتمر في امريكا وشاف اليافطه مكتوب عليها ان جاد وي تراست ما عندوش مشكله. لكن عندي لو انت هنا هتدروح ولا يقول لك في مشاكل. والله انا شايف ان ده في يعني تزايد حساسيه التعامل مع العلمانيين ومع الدين ومع السلفيين ومع المساله. وانا كان ملفت بالنسبه لي ايضا حضرتك ربط عفوا اتفضل حضرتك ربط فكره اولا الاصلاح السياسي. يعني انا كل التجاذبات الان نتكلم في الاصلاح السياسي ولا نتكلم في الملف الاقتصادي ولا نخلي الموضوع اشمل. اول ضيف اسمع منه تجديد الخطاب الديني بشكل واضح
على ترابيزه الحوار، اولويه تانية. لا، وعلى ترابيزه الحوار اتحط على ترابيزه الحوار. طبعا لازم، ده هو قلب المشاكل اللي احنا فيها كلنا، قلب المشاكل المجتمع فيها بقالها سنين. ومين مسؤول عن تجديد الملف ده، ومين مسؤول يتكلم فيه، وازاي يتفتح، وازاي يتناقش، يعني قصه كبيره جدا. بص، عايز اقول لك على حاجه، الاصلاح السياسي وتجديد الخطاب الديني هما قدمي الحوار. للدرجه دي؟ طبعا. اذا احنا مشكلتنا، احنا ليه عاملين حوار وطني؟ بالمناسبه عاملين حوار وطني عشان الدوله لا تجد شركاء من الاحزاب السياسيه. لو في عندك احزاب سياسيه ناضجه وواعيه وقادره على التفاعل في الشارع السياسي، وقادره على تقديم افكار بديله او افكار مكمله او انتقاد الافكار اللي حاصله، كويس، كانت الدوله ما عملتش حوار وطني، كانت تعمل حوار وطني اللي عندها حياه سياسيه فيها زخم وفيها تفاعل. خلينا ارد بلسانهم يعني، اذا جاز التعبير. لا، مش عايزين نتكلم في الماضي. لا، بس هو دايما الاحزاب يقول لك انتوا بتحملونا فوق طاقتنا، ما هو كلها موروثات من الماضي، ما احنا ما بنعرفش نعمل مؤتمر، ما بنعرفش نعمل. طبعا الكلام بقى يعني مردود عليه، ان انت ممكن دلوقتي يعني تتكلم على الفيسبوك حتى، يعني مش خسر، عايز توصل فكرتك. احنا يعني احنا عشان ننجح، بس هي المساله ان هو دايما مبرراتهم دي. تمام، احنا عشان ننجح نحط نقطه على الماضي ونقفل صفحته. تمام، كويس، لان هنقعد نتكلم كتير فيه وهيستهلكنا بدون داعي. صحيح. انا ما بلومش الاحزاب السياسيه على فكره، كويس، بل بالعكس انا بطالب الدوله بشكل صريح وبشكل واضح انها تسهم بشكل كبير في عملية التنمية السياسية وتضعها اولوية اولى. يعني ايه تنمية سياسية؟ يعني انا اشارك في تدريب الاحزاب دي عشان تبقى احزاب ناضجة وواعية، اضرب كوادرها زي ما انا بعمل مع شبابهم بالمناسبة. ما هي الدولة بتعمل كده، لسه هقول لحضرتك، الدولة بتعمل كده مع شباب الاحزاب. مش كفاية، لان اللي بيقتل تجربتهم فوق هم قيادات الاحزاب، لازم اضرب اللي فوق واللي تحت عشان يلتقوا في منطقة وسط، عشان ابقى انا الدولة الواعية اللي هي عارفة دولة 30 يوم. الأكاديمية الوطنية هي اللي ضربت شباب الأحزاب. أوكي، والأكاديمية الوطنية هي اللي ضربت قيادات الأحزاب. ده لازم دور مهم جدا عشان تقدر تخلق حياة سياسية، لازم تخلق لك شركاء سياسيين وطنيين بيفهموا يعني إيه معارضة وطنية، يعني إيه بيقدروا يعبروا عن اختلافهم بشكل محترم وبشكل فاعل وبشكل علمي. إحنا تربينا سنين طويلة قوي على الغوائية في التعبير عن رأينا. تربينا على خطابات معبأة ومعلبة ومستوردة من الخارج، هدفها بس، ومولة من الخارج هدفها بس زعزعة نظام، زعزعة استقرار في البلد. احنا جه الوقت دلوقتي ان احنا بقى عندنا رؤية ووعي وشايفين العالم كله. فكرة انتقال المعارضة من العالم الافتراضي الى الواقع وتحدياته ومشكلاته. تمام، مش سهلة. يعني بس ماذا بس تفعل لو كنت مكان، يعني انا لما كان المعارضة انا بتكلم لا مع كان المعارضة خلاص، يعني بتكلم مع الكثير من الضيوف في صفوف المعارضة. أنا بيلفت نظري منتبهين جدا لتويتر. طب منتبهين جدا للحالة على تويتر، منتبهين جدا للترند على تويتر، منتبهين جدا. وأنا مش شخص تويتر، حضرتك عارف يعني. على باب الله. كلنا تعبانين في تويتر. فأنا بس يعني ممكن هم يبقوا صح وأنا اللي غلط، محدش عارف يعني. خلاص، بس الفكرة، طيب أنت هتواجه واقع بمشكلاته الحقيقية دلوقتي، وانت حاطط في دماغك ان عمليات ابتزاز، عشان نبقى صراحه، لا تعرضوا لعمليات ابتزاز. ايه اللي مدي السوشيال ميديا قيمتها؟ غياب المعارضه الحقيقيه في الشارع، غياب المعارضه الحقيقيه، غياب المعارضه الحقيقيه، ولا التقليدي، ولا الاعلام رجع شويه في جرأته. لا، هو بص، عايز اقول لك على حاجه، بلاش نلوم حد على اي سلوك كان بينتهجه في الماضي، لان دي كانت تداعيات. انا كتبت ده في فوز اليوسف من سنتين او ثلاثه، قلت يا جماعه احنا محتاجين ناخد هدنه، نسلم الامور كلها لمقاليد كل الامور لقياده الدوله حتى تصل بيها الى بايه الامان، ومحدش عيب علينا، محدش يتهمنا بالتقصير. ويمكن يعني احنا قلنا الكلام ده من بدري، وربنا بعت لنا كورونا، كويس، عشان تخلينا كلنا نلتزم الصمت والهدوء، كويس، لغايه ما تجي الامور الى مقاضيها. دلوقتي احنا كلنا رئيس الدوله بنفسه طالع بيقول لنا اتفضلوا شاكوا، يا اعلام، يا اهل السياسه، يا اهل كل البلد، يا شباب البلد كلهم، مقترحك وطلعوا مقترحات القوانين وتروح للبرلمان. والطريق مفتوح للجميع. ولما بيجد يعني، بص، كل لحظه ان المساله بتبقى ايه، فيها التطور بيحصل. يعني انا ما بستدعي الاحزاب السياسيه، بس انا شايف ما فيش احزاب سياسيه، بس او بيبقى في حكه على بعض الناس في الاحزاب السياسيه، فبفتح الباب لكل المجتمع. اقول لحضرتك حاجه، في ثلاث شرائح كنا بندردش فيهم قبل الهوا. تمام، اذا جاز التصنيف للاحزاب، اذا جاز التصنيف. تمام، في
ما قبل يناير 2011، ما بعد يناير 2011، ما بعد يونيو 2013. في ثلاث شرائح سياسية أو ثلاث طبقات سياسية، الخطاب بتاعهم متباين. يمكن الأكثر اتساعا في الأفق ما قبل يناير 2011، يعني بقصد هنا الأحزاب التقليدية تجمع ووفد يعني كل دول ناصري كل دول خلاص، بحكم التجربة السياسية، بحكم تراكم التجربة، يعني تمام، رغم ان التجربة السياسية عندنا كلها فيها انقطاع، يعني ما فيهاش اتصال أصلاً. بس يعني في ما بعد يناير 2011 الخطاب بيركز على نقطتين ثلاثة بشكل واضح وصريح، وخطاب موجه لجمهور هذه الأحزاب أو جمهور هذه القوة أو جمهور هذه الجماعات من الضغط. ما بعد يونيو 2013 خطاب داعم بتحفظ، إذا جاز التعبير. تمام، دي الحالة دلوقتي. بص، هي حالة مزرية. يعني المشهد الحزبي، وأنا قريب منه ومتفاعل معاه بشكل كبير وبلتقي بمجموعات سواء حزبية أو مجموعات نشطة، كويس، في امل في الشارع السياسي، لكن هي المشكله في شكل تنظيم هذا الشارع وضبط قواعد العمل فيه. احنا عندنا المشكله في ايرث احنا واسينه، هي الحياه الحزبيه اللي بدات في 2011 بقانون الاحزاب السياسيه في وقتها، بكم الاحزاب اللي طلعت من وقتها لغايه النهارده، بنتكلم في حاجه و90، في 100 حزب، اكتر من 104 حزب، يعني بتتكلم في عدد كبير. الاستاذ تيسير مطر قال حاجه و90 معاك في الجيل، قال لي لا 91 حزب، لجنه شورى، عند لجنه شورى الاحزاب، كويس. هو معاه في التحالف حوالي 20 حزب تحت التاسيس اصلا، اللي هو عامله كويس دايما، بس هم انا مش عارف هو بيحسب اني فيهم. اخر تقرير صحفي قريته كان قايل 104 ايا كان العدد. انا في 2017 في الدستور مع صديقنا الدكتور محمد الباز، انا كاتب مقال عنده، كويس، 2017، كويس، بطالب بحل الاحزاب السياسيه كلها واعاده تاسيسها. وهقول لك انا مش طبعا القرار فيه صعوبه وفي جوه، كويس، لكن انا هقول لك على حاجه مثلا حصلت معاكم في المؤسسات الصحفيه، كويس، هي ان كنتوا قدمتوا شكل جديد لمسميات واهداف المؤسسات دي، وتم تسجيلها وخدتوا ده القانون المنظم للمجلس الاعلى للاعلام. فايه المانع ان احنا بقى نفلتر الموضوع ده؟ بلاش نلغي يا سيدي الاحزاب السياسيه، كويس، نعمل بقى ننظم المساله شويه، كويس، عشان يبقى عندنا احزاب سياسيه واضحه. في بعض بيقترح بالاقتداء بتجربه المكسيك، ان الحزب اللي ما يحققش مثلا في المحليات او في انتخابات النواب لدورتين متعاقبتين يتحل تلقائي نفسه، ده خليه يبقى في جزء من الحوار الوطني، بس يبقى متفقين ان شكل الاحزاب دي كده ما ينفعش لازم نتكلم فيه. ده اول اليه في اول محور ممكن نبقى بنتكلم فيه في الاصلاح السياسي. انا عندي محور تاني مهم جدا والجميع يخشى الحديث فيه ويتردد في الحديث فيه، هي حديث الطلبه والسياسه، حديث الطلبه والسياسه، شباب الجامعات المصريه، كويس، ودورهم في الحياه السياسيه المصريه على مستويين، على مستوى ده ملهم، الموضوع ده ملهم، مواجهه جذور الارهاب والتطوف الفكري بدايه من الجامعه، كويس، لان انا سايب الجامعات من غير سياسه بقالي سنين طويله من الثمانينات بعد المواجهه الشهيره في السبعينات اللي اصطنعها رئيس السادات بين اليسار والتيار الديني، صح؟ هو مش هو اللي اصطنعها، لا هو خلق المناخ ده، لان كان عنده، ما كان عبد المنعم ابو الفتوح هو اللي طلع حب يعمل الجو بتاعه ده، ورئيس يعني السادات لمه، يعني عندنا رئيس السادات عندنا, يعني. عندنا الامن من اول الثمانينات، مش تقصد الواقع هتلزم مكانك. عندنا من اول انا دارس وقارئ جيد للحركه الطلابيه والحركه الشبابيه في مصر وتاريخها بالتفصيل، انا بعشقه، وشايف ان هو ده بدايه اي اصلاح سياسي، كويس، ان احنا ندي دور حقيقي لشباب الجامعات في العمل السياسي. ليه؟ لان انا سايب الجامعات طول الوقت لتيارات الدين. انا حضرت هذه التجربه، انا كنت طالب في جامعه القاهره، تمام، وشفت ان اللي كانوا بيشتغلوا بس تحت مظله الاسر الدينيه، الاسر والمراه والمش عارف ايه والايه، من بدايات شغلي وانا صحفي تحت التمرين في روزا اليوسف كان معسكر عاملاه اسره من هذه، بس لا مش معسكر، كانت عاملاه معسكر، كان بدايه شغلي في روزا اليوسف. بس في نفس الوقت
هو انت قدام المعضلة ان انت مش عايز برضو تفتح الجامعة كمكان للعلم او صرح للعلم كساحة للسياسة. يمكن اللي عمل توازن شوية في تنفيذ هذا الامر والصراحة كان الفضل فيه في بداياته للدكتور علي الدين هلال وهو عميد اقتصاد وعلوم سياسية لما فتح تجربة نماذج المحاكاة. كان عامل حراك فعلا. فبقت عمل نموذج الامم المتحدة ونموذج الجامعة العربية وبعدين الاتحاد الافريقي وما الى ذلك. فبقى تفريغ لشحنة السياسة بشكل عام او الاهتمام بالشأن العام او الشأن الدولي او ما الى ذلك عند الطلاب. بس الكلام ده امتى؟ كان بعد بقى ما سبق السيف والعزل. بعد الدنيا كتب. بص انا عايز اقول لك على حاجه. الشاب في الجامعه كويس لو انا ما اعطيتهوش مصل سياسي مبكر انا بسلمه بتلقائيه شديده. وهي الجامعه بيوت سياسه. للتطوف الديني. للتطوف الديني. عارف انت لو لغي النشاط في الجامعه خالص ولغي الاسره الطلابيه كوادر التيارات الدينيه بيشتغلوا في المساجد. الشرطه تقفلها. بيشتغلوا في المدرجات بخط ديني. انت ما تقدرش في بيصوروا ملازم. يا لهوي. عندهم قدره على استقطاب رهيبه. كويس. انت سايب الملعب ده تماما ملعب خلفي شغال وراك ومغفل عنه بتحت شعارات بنرددها احنا من التسعينات والثمانينات. على فكره انا كنت طالب في الجامعه وكنت بسمع الشعارات دي من دكتور مفيد شهاب وكنا عاملين نشاط قوي جدا في فتره من الفترات واصطدمنا بقيادات الجامعه وقتها وبوزاره التعليم وبالدوله في مساله ان لا سياسه جوه الجامعه. لا سياسه جوه الجامعه عشان هو عنده تراث تاريخي بس ممكن بالسبعينات. يبقى في تثقيف سياسي. ممكن يبقى فيه شغل كتير. يعني الاحزاب تعمل ندوات في الجامعه. ممكن يبقى فيه شغل كتير. تعالى بعضك نحطه على اولويات نقاشنا كويس في الاصلاح السياسي لان ده مهم. ده رافد الاساسي اللي بيمد الاحزاب بكوادر. هي دي الكوادر الفاعله على فكره في كل الاحزاب. صحيح. بدايه الباور الحقيقي للاحزاب بيبقى من شبابه وشبابه الحقيقيين اللي بقى عندهم مساحه وقت ومساحه تشكل وعي ومساحه عطاء حقيقي باندفاعه وبمثاليه هم شباب الجامعه. كويس. وجزء من ضعف الاحزاب السياسيه ناتج عن ان هم ما قدروش يعني يحققوا القصه دي بشكل طبيعي. انت منحهم او مش الحال تاريخ الحياه الحزبيه وقوانين المنظمه للحياه الحزبيه في ال 40 سنه اللي فاتوا محجمه قدراتهم في التحرك على مستوى استقطاب الكوادر الجديده وعلى مستوى انه يقدر يصرف على نفسه. لاحظ ان الدوله قعدت 30 سنه في فتره حسني مبارك في دوله الدوله البائده في بتدعم الاحزاب السياسيه بميزانيه الاتحاد الاشتراكي السابقه. كل الاحزاب كانت بتاخد تمويل على فكره، بتاخد دعم من الدوله. لا والله. فتره طويله، ده انقطع بعد 2000. عشان كده كانوا قافلين على ما هم كانوا يعني كان في اتحاد اشتراكي كان له ميزانيه، اتعملوا ثلاث منابر. تمول بيهم الثلاث منابر وبقى ده مستقطع بيروح للاخوه الاحزاب، عشان كده هم كانوا 12 حزب وكانوا قافلين عليهم الباب كويس وبيستخدم جزء من انا ما اعرفش توقف امتى بس هو فضل فتره طويله ده جزء من الموضوع لدعم ده كان بهدف كان فكره رئيس السادات وقتها انه بيدعم الحياه السياسيه عشان يبقى في احزاب عندنا وكده. فاحنا امام طريق واضح لاحداث تطور وتنميه في الحياه الحزبيه اللي هي اساس العمليه السياسيه. بدايه الصلاح الحقيقي ده. وانا يمكن عملت مداخله معاك الاسبوع اللي فات وبكرر كلامي. لا كنت بتتكلم على اليات دي هنتكلم عنها تمام بالتفصيل. تمام. مساله احنا يعني استغرقنا في الكلام عن الطلبه والسياسه في الجامعات. مساله بقى الخطاب الديني ومين المسؤول ونقعد نتكلم ازاي وانت عارف حساسيه الموضوع. طبعا. كل ما بنيجي نتكلم يقول لك ايه انت اللي فاهمك في ده واللي عرفك في ده. انت مش لما بتبقى تعبان بتروح للدكتور وانت يعني انت عارف التفاصيل كلها وحضرتك ليس بعيدا عن يعني مؤسسة الازهر الشريف. حضرتك كتبت في صوت الازهر. تمام. واحنا بنحترم مؤسسة الازهر طبعا. وطبعا وفضيلة الامام الاكبر ونجله كثيرا بس في نفس الوقت مش عارفين نوصل صوت ومفيش ارضية حوار مشتركة. لا الصوت وصل والحوار موجود بس هي احنا لازم نبقى مش عارفين لازم يعني نبقى مستوعبين بس هو اقول لحضرتك حاجه يعني هو فضيله الامام لما بيتصدر ويرد بيرد على او يعني مثلا اللي يهاجمه بشكل معين او الكلام ده كله مش هو حتى اللي بيرد يعني بس ده اللي بيبقى صيغه الحوار. لا احنا عايزين نتكلم في حوار اصلاحي
يعني، وفي نهايه الحوار الاصلاح من المجتمع هو اللي هيستفيد. صحيح. بس احنا ليه مصريين دايما لما نيجي نتكلم عن الخطاب الديني نبدا من الازهر؟ دي بدايه غلط. الازهر هو اللي بيرفض. لا دي البدايه الغلط. ما هو الازهر هو الازهر. الازهر جزء من الدوله. هو بيرفض الازهر. لا الازهر مش رافض ده تماما، والازهر عنده مخرجات في مساله تجديد الخطاب الديني كاسهام منه. كويس. المفترض ان المجتمع كله بكل مؤسساتها بكل مؤسساته كويس يقدم اسهامات اخرى كويس، ويبقى في معمل بتتجمع فيه الاسهامات دي. الازهر زيه زي كل مؤسسات الدوله. محدش قال حاجه. ما محدش. احنا دايما يا احمد احنا بص احنا دايما يا استاذ احمد عندنا مشكله ان احنا بنستسهل الامور شويه. كويس. انا ليه انا بقالي 5 سنين متابع مساله ملف التجديد الخطاب الديني. صحيح. وشايف ان طول الوقت في اصرار على ان الازهر يبقى نقطه البدايه. الازهر ممكن يبقى نقطه في الوسط، ممكن يبقى نقطه نهايه استشيره في نهايه الموضوع، لكن الازهر عمره ما هيبقى نقطه بدايه. الازهر جزء من مكونات الدوله. كويس. ولازم مكونات الدوله الاخرى تشارك تتفاعل الاول. لا تشارك بفاعليه يعني. يعني مش زي ما اقول احنا عايزين نغير كذا. لا انت قول لي بقى انت ايه القصه بالظبط. انت ايه مشكلتك مع الدين؟ طيب خلينا بقى نتكلم عن الموضوع ده بقى بالتفصيل بعد الفصل. تمام. هتتواصلوا معانا ازاي وابعتوا لنا بقى اسئلتكم على 199 او صفحتنا على فيسبوك الراديو 9090. ورجعنا لكم على الهواء المصري مستمعينا مستمع الراديو 9090، ونكمل معاكم احمد طاهري، ومكملين حواراتنا عن الحوار الوطني. وحوارنا النهارده مع الكاتب الصحفي الاستاذ محمد مصطفى ابو شامه، اللي يعني الجزء اللي فات كان جزء يعني ناري اذا جاز التعبير، لان هو فاجئني اول ضيف يبقى معايا ويحط على اجنده الحوار الوطني تجديد الخطاب الديني بمحاذاه ملف الاصلاح السياسي. وفي ملف الإصلاح السياسي راح مفاجئني الطلبة والحياة السياسية لابد من وقفة الآن. يعني حوار المفاجآت على رأي الله يرحمه الأستاذ جلال علام. حوار المفاجآت. تمام. طيب أنا مش عايز علشان الوقت في الساعة الأولى خلاص مش عايز يعني أدخل في مسألة تجديد الخطاب الديني في الساعة دي، هخليه للساعة التانية. تمام. خلينا نتكلم على اختيار الجهة الأكاديمية الوطنية للتدريب. تمام. بعض الأسماء في المعارضة كله يعني رحب طبعا بالأكاديمية كرمز مشهود له بالمهنية الآن، أو منبر مشهود له، أو مؤسسة مشهود لها بالمهنية والمعرفة الآن. البعض قال لا كان يتعامل مباشرة من مؤسسة الرئاسة. رأي حضرتك ايه؟ ما هو مباشرة من مؤسسة الرئاسة، ما هي دي جهة تبع المؤسسة نفسها، يعني ده واحدة من آليات مؤسسة الرئاسة، بس هي الجهة المنوط بها مسألة التثقيف والتدريب والفعاليات الكبرى. لا أنا كمان ده جزء من المهم من المؤشر في الموضوع يعني. كويس. تثقيف وتدريب. كويس. تصدق بعد مهم. يعني أنا لما مثلا أنا لو اديت التكليف ده مثلا لوزارة الإعلام، فانا اقصد حاجه معينه، اديت التكليف ده لفلان مجلس الوزراء لشخص بعينه مثلا مهتم بملف معين. ففي مؤشر اولاني ان انا شايف ان في احتياج ما لحد يضبط الجوده ويأهل الناس اللي بتشتغل دي لحاله تثقيف وتدريب، يبقوا عارفين او ان الموضوع كله جزء منه هدفه التثقيف والتدريب. طيب وفي بعد تاني ايضا ممكن لو مشينا كده، اتفضل، ان هي تعتبر منتج مؤسسي للجمهوريه الجديده. بالظبط. ده يستدعي ان يمر عبر جهه علميه او جهه لها بعد علمي عندها القدره على خلق ادوات وخلق مناخ للتفاعل في الحوار يضمن وجود مخرجات منضبطه علميا، مش اي كلام يعني. يعني مساله مش كلام مرسل. لاحظ ان احنا سوابق تجاوبنا في عملية الحوار في تاريخ مصر كلها كانت كلام مصاطب. كويس. دي أول ما يستدعى الحوار من خلال مؤسسة أكاديمية. طيب نتكلم بصراحة. اتفضل. كان فيه لو حضرتك تفتكر وقت انتخابات 2018. تمام. المخرجة الجميلة صندرة نشأت عملت حوار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. قالت له صراحة في الحوار الناس خايفة. نزلت أتكلم مع ناس في الشارع والناس خايفة. الفترة دي
كان بيتنمى كده حاجز خوف منع حتى الكلام على المصاطب. حتى كلام المصاطب اللي مرفوض اتمنع، مش اتمنع بقى في حاجز. فكرة اجتياز هذا الحاجز ده، وان الرئيس هو اللي بيطلب الناس لا اتكلموا، لان الرئيس في الحوار في 2018 قال نصا انا عارف ده وعارف هتعامل معاه ازاي. في 2018 كانت هي دي الاجابة. بص انا عندي مشكلة طول الوقت مع فكرة ان الناس خايفة. كويس، انا مش يعني مش عارف يا الناس طبيعة الخوف شكله ايه، خصوصا ان انا شايف ان رئيس مش على فكرة مسألة قوله واتكلمه مسألة قديمة. وانا ليه يمكن كان في لقاء تلفزيوني بعد منتدى الشباب على دي ام سي سنة 2019. كويس، وكان فيه في المنتدى نموذج للمحاكاة بين الحكومة والمواطن. فانا قلت يا جماعة مسألة بمنتهى البساطة، اي حد بيستدل عقليا كويس هيبقى فاهم، راجل رئيس الجمهورية قاعد حاضر جلسة المحاكاة ما بين الحكومة والمعارضة، يبقى هو بيعمل ايه؟ بيشجع هذا النموذج. بالظبط. كويس، بس انهي معارضة بقى؟ كويس، هو ده السؤال. اقصد حضرتك ان اللحظة اللي احنا فيها دي هي في الاصل وليدة بناء مش وليدة ضرورة. احنا في لا في فيها سايل كتير من عايز وبدايات في تراكم. طول الوقت عايز بيدي رسائل سواء للسياسة او للاعلام على فكرة. كويس، انا انت جاي لحظة، انت جاي من تراكم عبسي حصل في كل الحياة المصرية. بلغ بسميها فانتازيا. بلغ مداه في الحياة السياسية. والله بسميها فانتازيا. احنا عندنا فانتازيا مصرية لطيفة كده. انا 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 بقول لك انا ضالع جوه المشهد السياسي دلوقتي يا استاذ احمد. كويس، وبشوف عبس لا يمكن تتخيله. وناس ملهاش في السياسة وفاكرة نفسها سياسيين، وناس ادعياء من كل مكان جايين وجايين يجوا على الحوار السياسي والحوار الوطني، وهم ما عرفوش يكتبوا كلمتين على بعض. ويعني شيء يعني بعضك ايه ده، احنا النهارده كويس وفي اللحظه اللي احنا بنتمنى تكون دي، فانت اصلا عشان تفلتر ده كويس وتوصل ان يبقى فيه مجموعه محترمه قادره تقعد، ده اللي على فكره ده المجهود الاصعب في القصه بالمناسبه. يعني هو يعني دايما يقولوا ايه، اخطاء الحريه تعالجها مزيدا من الحريه. هي بقى اللي بتفرز وهي اللي بتقوم دي حقيقه، دي حقيقه. بس انت في اللحظه دي بعضك محتاج فلتر ما. كويس، الله يكون في عون الفلتر. انا شايف ايوه بالظبط، انا شايف ان الفلتر ده لما يكون العمل اللي قاعد بيشتغل في تجميع الافكار ويحدد اتجاهات الراي العام في حاجات بعينها، ده بيعمله مهم جدا. ده بيعمله شغل مهم جدا، شغل عظيم جدا. خلينا بقى نطلع دلوقتي فاصل، وبعد الفاصل هتبقى بقى النشرة، وبعد النشرة نرجع للساعة الثانية نسمع الدقيقة الأولى طبعا مع زمايلنا هنا في الأخبار، ونسمع دلوقتي إيه محمد فؤاد. تتواصلوا معنا زي 91.9 اس ام اس أو صفحتنا على فيسبوك الراديو 90.9. ورجعنا لكم على الهواء المصري مستمعينا مستمع الراديو 90.9، ومكملين حوارنا في المانيفستو مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة ضمن سلسلة حوارات المانيفستو عن الحوار الوطني. نتكلم بقى على البعد اللي حضرتك أضفته في الورقة اللي انت اقترحتها وأرسلتها للأكاديمية الوطنية فيما يخص تجديد الخطاب الديني، وان هذا الامر يأتي بالتوازي مع ملف الاصلاح السياسي. وجهة نظر حضرتك ايه بقى؟ بص احنا عندنا مشكلة كبيرة في علاقتنا مع الدين كافراد وكدولة وكمؤسسات فاعلة في المجتمع. احنا محتاجين نصلح العلاقة دي الاول، او نتصالح معها. احنا زي ما كنت بتكلم مع حضرتك من شويه، احنا اول ما بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني على طول كله بنبقى كله بيقلق. زي مثلا الاستدلال اللي انا عملته، كله بيقلق. يا اما حد بيتحفز في المعسكر ده، يا اما بالزبط. حد بيتحفز في المعسكر. زي ما قلت لحضرتك انا كنت لسه بعمل استدلال بالتواصل الاسلامي، فانت قلت لي على مين هزعله. في حاله خناقه دايما. لاحظ حاجه اصليه، امر متوقع بعد عصابه حكمت باسم الدين. بس احنا دلوقتي بقى لنا 7 سنين عندنا تصالح مع المساله دي، عندنا رئيس جمهورية ما بيترددش لحظة في انه يستدل بما يتناسب مع كلامه عن الدين.
وده بيقويب جدا من الناس، الناس بتفهمه وبتستوعبه وبتحقق معها بشكل جيد. عندنا مؤسسة دينية بالمناسبة أغم كل ما يعني الأسهم الموجهة ليها، لكنها بتجتهد بقدر إمكانياتها وبقدر مقدراتها التاريخية كويس في أنها تطور من نفسها وتصلح من كل ما يصار حوالين هذا الملف. طيب نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ إحنا محتاجين نقعد مع بعض كلنا كويس ونتفق اتفاق كويس. إحنا الأزهر واحد من كل وليس الكل كويس. الأزهر طرف في الموضوع وليس كل الأطراف. مشكلتنا إن إحنا كل ما بنيجي نتكلم في ملف التجديد الخطاب الديني بنقول له الأزهر اعمل بقى اعمل ووعينا. مش ده الصح، مش ده المطلوب كويس. أنا الدولة بكل مؤسساتها بكل أجهزتها بوزارة الثقافة ووزارة ووزاراتها المعنية ووزارة يعني كل آليات العمل في الدولة، كل الجهات اللي قضى على حتى المفكرين والسياسيين المستقلين، كل أطراف يعني المشهد. هي وجهة نظر حضرتك ليها وجهتها، لكن الأمر الواقع حاجة تانية. لو اجتمع 9 أطراف من المشهد وطرف رفض هذا الطرح من اللي مقدمه 9، والطرف اللي رفض ده هو الأزهر في أمر ديني أو في مقترح ديني، كفت مين اللي هتربح؟ عايز اسال سؤال كويس. احنا في كل الامور اللي بتحكم الدوله بنرجع للازهر؟ لا. هل لما بعمل صفقه تسليح لتطوير الجيش برجع للازهر؟ لا. كويس. انا محتاج عشان اطور الخطاب الديني محتاج قوانين، محتاج مناخ ثقافي، محتاج حوار وطني، محتاج حوار مجتمعي، طريق ثالث يعني. بالظبط. محتاج افتح افق مختلف كويس. انا لما القوى الدافعة في المجتمع تؤمن بحقوق المرأة، انا سهل عليا جدا كصاحب قرار او مسؤول ان انا استصدر قوانين منظمة قد يعترض عليها فلان او علان او مؤسسة كذا او مؤسسة كذا، لكن في النهاية لكنها تحقق الرضاء العام، تحقق والصالح العام، ده الاهم في الموضوع، الصالح العام. لان انا عندي مستجدات قدامي كصانع قرار. أنا شايف مثلا على سبيل المثال في أكثر موضوع اتكلمنا فيه سنين هي قصة الطلاق الشفوي كويس، إن أنا قدامي دراسات وإحصائيات وأرقام تهدد الأمن الاجتماعي. أنا لو أنا عندي السلام الأسري وحاجات كثيرة جدا يعني. لو أنا عندي مؤسساتي كلها بتشتغل بنفس القوة وبنفس التأثير كويس، أنا مش هبقى عندي تردد إن أنا استصدر القرار في أي لحظة. لكن هي المشكلة إن أنا عايز أروح لمؤسسة كويس هي عندها نفس مشكلات بقيه مؤسسات الدوله. هي الازهر، هو الازهر مختلف عن مؤسسات الصحفيه؟ هو الازهر مختلف عن مؤسسات الدوله الباقيه اللي اتوصفت في بدايه عهد الرئيس بانها عبثيه وفيها شبه دوله وفي يعني احنا بنتكلم على مؤسسه يعني زينا زي كل مؤسسات الدوله عندها نفس مشاكل بتجتهد. كويس. الامام الطيب حد مستنير جدا وحد منفتح وعايز فعلا يعني. انا عايز اقول لك على حاجه، احنا بس يمكن عشان المشهد المايه دي مصر في السنين اللي فاتت فضلت الامام الاكبر عالم حقيقي يعني. لا وعنده رغبه وعنده ومستنير وعنده القدره على خلق توازن. احنا دايما لما بنيجي نتكلم على الازهر بنتكلم على 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 بنحصر الموضوع في شخص الامام كويس. الامام بيدير مؤسسه فيها من اقصى اليمين لاقصى اليسار، فيها كم كبير جدا من الاراء والاختلافات الفقهية والفكرية والتنوع الشديد في المذاهب كويس. هو لازم يخلق حالة تصالح وتناغم بين هذه الآراء كلها، لكن في النهاية هو جاد جدا في مسألة التجديد على مستوى مؤسسته. لكن هل الإمام الطيب ومؤسسة الأزهر قضى على التجديد على مستوى المجتمع كله؟ طب ما هو ده هيفتح معانا لو لو تكلمنا بقى في مسألة تجديد الخطاب الديني هيندرج معاها مسائل متعلقة بالمرأة، مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية، تمام، مسائل متعلقة بخطر الزيادة السكانية، تمام، يعني وصولا إلى النسيج الوطني نفسه. صحيح. عندنا كلام كتير قوي يعني، في أكتر من كده. أنا ممكن يعني ممكن نزيد للصبح في أفكار وكلام القصة. وهقول لك بعضك على فكرة هحيلك في ملف تجديد الخطاب الديني. هل احنا وصلنا للجرأة المجتمعية
اقول تاني؟ انا ما قلتش اولاني. لا لا اقول بس اقول ما تخافش. احنا اتفقنا على احنا وصلنا للجرأة المجتمعية الان والصلابة المجتمعية بان احنا بقى عملنا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والغنى حالة الطوارئ وما الى ذلك، ان احنا نفتح الملف اللي وقف النقاش فيه في 2010 هو خانة الدين في البطاقة. بص بقى انا ما تزعلش مني هقول لك على حاجة. قول. انا شايف موضوع خانة الدين ده تصليح للموضوع، ما هو الموضوع لانه بياخدنا المعركة هامشية. طيب واحدة واحنا طول الوقت بنتاخد معركة هامشية. واحدة. انا بسأل بس بس انت قفعت اللافتة الخطأ. ما تزعلش مني احنا بنتكلم بصراحة. ما هي الخانة دي نزلت مش سنة 54 يا عزيزي، لها دي لها اهداف. وعلى فكره اللي رفض بالمناسبه سنه 54 اللي رفض بالمناسبه كويس هي وزاره الداخليه الماضي، يعني طلع وزير الداخليه قال لا ما ينفعش دي ليها اهداف. طيب. امنيه وسياسيه وبعد لما الناس بتموت بيحصل يعني. فسيبك مش دي الخناقه، تعالى انت اهل المجتمع كويس لده كويس، واهله بدايه منين. انا هدمج لك ملفين في بعض كويس. يمكن انا لان انا يعني على لقاء مع الناس في الازهر، الشباب خريجين جامعه الازهر والكلام ده كله الفترة دي، يعني بنلتقي أصدقاء قدامى في حواص اللي كنا بنتكلم عليها من شوية كتنظيم شبابي. الـ من ضمن الحاجات اللي بتستوقفني كويس، والجزء من الإصلاح للخطاب الديني بالمناسبة، هو العمل الشبابي جوه جامعة الأزهر. أنت متخيل أن في يوم من الأيام كان في تنظيم شبابي اسمه حواص جوه جامعة الأزهر في التسعينات؟ تخيل أنت كويس. تخيل الحوار ده كان في الجامعات كلها، كانت تجربه. لا التجربه كانت حقيقيه، شباب جديد وفاعل في الجامعات كانت في جامعه الازهر وفي جامعه القاهره. طبعا جامعه القاهره ابتدت الاول 92، في جامعه الازهر كانت في السنه التاليه ليها. القصد يا استاذ احمد ان 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 المشهد وقتها كان في حراك حقيقي في وسط الطلاب اللي هم بيبقوا جزء من حركه الدعوه كويس في المستقبل. لما انت بتسهم في تشكيلهم بالشكل ده من بدري بعضك من ازاله كده، ده بيوريك قد ايه ان الملفات متشابكه ومترابطه كويس ومتداخله مع بعضها. الملف الديني مش معزول عن الملف السياسي، مش معزول عن الملف الاجتماعي، مش معزول ابدا عن الملف الثقافي، مش معزول عن الملف الثقافي. طيب هو خلينا نتكلم على ملف الثقافه لوحده وملف الاعلام لوحده، حتى لو الاثنين ادوات بناء انسان وادوات وعي في نهايه المطاف. خلينا نتكلم على بعد الثقافة، لأنه هو ما بنتكلمش عليه كتير. صحيح. خلاص، فخلينا نتكلم عليه بعد الفاصل. 91.9 الاسماس أو صفحتنا على فيسبوك الراديو 99.9. ورجعنا لكم على الهواء المصري مستمعينا مستمع الراديو 99.9، ومكمل معاكم المانيفستو، ومكملين حوارنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة وحوارات الحوار الوطني على الراديو 99.9. في حديثنا على موضوع خانة البطاقة، جالي كده زي تصويب للمعلومة من الصديق العزيز النائب عماد خليل، قال هو التحفظ كان من وزارة العدل، او الاعتراض كان من وزارة العدل مش من وزارة، يعني جه قصده جه في الدولة، جه حكومية يعني، كانت وزارة العدل مش. لكن انا في نهاية المطاف هو حوار مفتوح والكل طبعا يعرض تمام، ولو ده مطلب الكنائس يعرضوا يعني في الاخر في نهايه المطاف كل المطالب متاحه يعني. طيب نيجي بقى على البعد الاهم، بعد الثقافه. خليني ابدا مع حضرتك ان كلمه برضو الثقافه فضفاضه، بس لو ربطناها بالهويه هنبقى موضحين لوحه التنشين. نبقى موضحين لوحه التنشين. ومساله الهويه مذاهب. يعني انا من الناس اللي بينتموا لفلسفه الدكتور طه حسين واحمد لطفي السيد، يعني العظماء دول يعني، وهي ان المصري يجب ان يكون مصريا اولا، ومصريته تسمو فوق كل شيء. ده مذهب، ودول المنظرين الاوائل لما يسمى بالقوميه المصريه. في طيار اخر يقول لك لا احنا عروبي، في طيار ثالث يقول لك اللي كان طلع على بالك قال لك اسلاميه اسلاميه.
لدرجة ان الناس تاهت لحد ما جه الله يرحمه الدكتور ميلاد حنة وراح عامل للأعمدة السبعة للشخصية المصرية، ان انت فرعوني وبطلمي داخل متداخل مع ثقافتك وحضرتك، بطلمي روماني ثم القبطي ثم الإسلامي، ادي العناصر التاريخية والعناصر المكانية انت في أفريقيا ومع دول المتوسط ومنفتح على الإقليم العربي شئت أم أبيت. تمام، أدي كده المحصلة يعني يعني النموذج الفريد للمكون الحضاري المصري. طيب خد بقى المكون الحضاري المصري ده وعايزين ننتجه في أفضل صوره، وعايزين نستنهض هذا العمق الحضاري الكامن تحت جلده. من اين نبدأ؟ تعليم. هنقعد 14 سنة ملهاش حل. هنقعد 14 سنة ملهاش حل. ما لا ما التعليم مش التعليم لوحده. طيب خلينا على احنا بدأنا بالمناسبة اقول لك حاجة. انا عندي احنا بدأنا في التعليم. انا عندي زميلي فيروز اليوسف مثلا، زميلي ايمن، خلاص كنت قاعد بيدردش معاه النهاردة الصبح، انا ببارك له لقيته يعني على السوشيال ميديا حاطط شهادة بنته في سنة رابعة ابتدائي. فرحان بقى بيها بسم الله ما شاء الله، هي متفوقين ربنا يبارك له فيها. يا رب. فانت عارف رابعة ابتدائي دي يعني حاجة كبيرة قوي دلوقتي يعني. فبتكلم معاه بقول له يعني برافو والف مبروك وكده، فقال لي دي اول منتج للنظام التعليمي الجديد، لان هي اللي بدأت النظام التعليمي من سنة اولى ابتدائي. قعد يكلمني على اسلوب تفكيرها عامل ازاي، اللغه الاجنبيه بتاعتها عامله ازاي. قلت له طب انت بقى الله يكون في عونك، لان هي كده سابقه تعليمك. انا عندي اتنين في سنه رابعه ابتدائي توأم بالمناسبه ما شاء الله. ربنا عايش مع التجربه. طيب التعليم ده ماشي، ده المنتج اللي نستنى ثمرته بعد 14 سنه. بص احنا بنستنى ثمرته مش بعد 14 سنه ولا حاجه، هو بيأثر فينا كلنا على فكره. خد بالك كويس، انا لما بقعد اذاكر مع اولادي كويس انا بتعلم كويس، وكل الاسره اللي في سنه رابعه السنه دي هتلاقيهم اتعلموا. طيب احنا خد بالك، اوعى تفتكر انت لما نشكر الدكتور طارق شاوي طبعا على انه فتح افاق الاسره المصريه، قعد بيوكولات ذاكره. كويس. بص الناس بتتذمر في الاول كويس، بس لما بتستوعب قيمه اللي العيال بتتعلمه، اي اراده تغيير يجب ان يبقى قدامها اراده ممانعه. ده طبيعي، دي قوانين الطبيعه. كويس، بس احنا بنعمل الصح معاهم، الناس بتتعلم بتتكلم في الموضوع كويس زي ما احنا بنقول. نبقى صراحه مع بعض يا استاذ محمد، هي الناس عايزه ولادها تتعلم ولا عايزه ولادها تنجح؟ ده هياخدنا لحاجه اشمل يعني، انا برؤى العين ده هياخدنا الحاجه واصدقاء أشمل. ومعارف وقرايب. وقت كورونا كانوا بينزلوا يشتروا الابحاث لعيالهم اللي لسه يا دوب في ابتدائي في اولى ابتدائي، بيروحوا يشتروا لهم ابحاث. مين اللي وصلنا لكده؟ واللي بيعمل كده ده ناس بتخرجهم جامعه امريكيه صحيح، يعني المفروض ان هو على درجه علميه يعني ومتعلم تعليم كويس وناس معاهم ماجستير ودكتوراه. بس خد بالك ان 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 هذا الشكل من هو عايز الواد ينجح مش عايز الواد يتعلم. الفساد الاخلاقي كويس مرتبط بحاجات تانية كتير. ده فساد تفكير قبل ما يبقى فساد اخلاقي. فساد ده شيء في اعلى الراس قد تعطل. فساد في التربيه وفساد في ال انا بقول لحضرتك شيء في اعلى الراس قد تعطل. مفيش فلتر بيمنع الاخطاء دي كلها. بص انا اقول لك على حاجه، خلينا نروح للنقطه اللي الدوله نفسها او بناء الانسان سياده الرئيس وصل لاسرع وسيله للتاثير على المجتمع، دراما الدراما. الحقيقه احنا لمسنا خلال السنين الاخيره المسلم اللي فك من كان كان مكتمل الملامح، وانا يمكن كتبت اكتر من ما قلت ان في حاله وعي باللي احنا بنقوله ده هيعمل ايه في الناس. كان في وعي وكان في جرأة، وبعدين كمان كان في حاجة الناس بقت بتتكسف تقولها، لا هي المحافظة على قيم المجتمع ضرورة. صحيح صحيح، لمواجهة اي اسفاف او الكلام ده كله، لا هي ضرورة. فالموسم اللي فات فعلا ما كانش فيه حاجات مسفة. انا عايز اطلع كويس باجندة حوار وطني مش كده؟
كويس. تعال اقول لك كل حاجه في الحوار الوطني هنقولها اتعالجت في مسلسل ايه. تجديد الخطاب الديني في جزيره غمام. ما قلتش فاتن امل حربي ليه؟ انا بتكلم في يمكن يكون في حاجه ثانيه. علشان غمام اشمل. علشان غمام اشمل. لا عشان غمام عشان عبد الرحيم كمال. وعلشان عبد الرحيم اقرب او الاستاذ عبد الرحيم كمال اقرب ل ال ال يعني النسيج الصوفي اللي هو بيلتقي معانا كده. لا مش كده. لا عشان هو خالق حاله تصالح بين الاختلافات. دي حاجه. يعني انا شفت محايب ويسري وعرفات الثلاثه اللي انا كنت بسميهم كده ايه وجوه الاسلام في جزيره غمام. التطاوف والتخلف والتصوف. الثلاثه متصالحين مع بعض، ما فيش يعني مش واصلين لحد انك انت تكرههم، فبتتعاطى مع المشهد وبتتفهم مباريات وسلوكيات كل واحد فيهم بهدوء. ال 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 انا ناقشت المشكله حتى في علاقتها مع الاخر المختلف ده. يبقى فكره. لا هي بتصالح. تعدت حتى مساله الخطاب الديني لفكره العلاقه مع الاخر بشكل بالظبط. بالظبط. ازاي انا شايفه وبتعامل معاه يا سيدي. ده انا شفت الشيطان او اغواء الشيطان ما كانش فيه يعني دم. المساله مش في العنف ده اللي بعت فيها سواء طارق لطفي صديق عزيز يعني. قلت له انت يا حكمة. قلت له انت الشيطان الوحيد اللي الواحد ما بيحبش انه ينصرف. في اداء كده ايه، في حكمه ونضج كويس وشغل متعوب فيه كويس، والناس اشتغلت على الشخصيات كويس كممثلين واداء يعني. ده نموذج للدراما. انا عايز اقول لك ان احنا طب ده بالنسبه لتجديد الخطاب الديني. الامثله كتير بس انا عايز الملف السياسي شفته فين؟ والله شفته في حاجات كتير. طبعا في الاختيار. طبعا في العائدون. ملحمك وان كنت انا عايز يمكن العائدون اصل تعرف حضرتك الواحد بحكم التكوين صحفي شؤون عربيه ودوليه. فانا كنت بتفرج على العائدون ده يعني بمنطق يا خبر بمنطق خريطه هي الخريطه قدامي لو المسار ماشي كده حادثه حصلت هنا. كل المهتمين بالشان دي حقيقه كان عمل شايفين عظيم. المشهد بشكل عظيم بصراحه. والاختيار طبعا ملحمه. بص انا شايف بقى احنا اشتغلنا على الدراما الفتره اللي فاتت وابتدينا نحط ايدينا على الطريق الصحيح. السنين اللي جايه انا عايز اتاجم كل اللي بنتفق عليه في حواراتنا الوطنيه لدراما. لأجندة عمل جوه الدراما من خلال أي منظومة بقى تدير هذا الفكر بشكل أكثر استناعة وأكثر قدرة على بناء خطوط أعمالك الدرامية كلها بنفس هذا المنهج اللي أنت ابتديت بيه السنة يعني دي. يعني تقدر تبني على الموسم. أنا عايز أشوف الدراما في التربية، عايز أشوف الدراما. عارف معنى كلام حضرتك إيه؟ اتفضل. مفيش أي حاجة بتحصل في البلد بتاعتنا دي صدفة. صحيح. اكيد يعني ما هتلاقي كل حاجه زي السبحه كده. كل حبه بتوصلك للي بعدها. بالظبط. بتوصلك للي بعدها. بالظبط كده. يمكن الناس ساعات بتبقى مستعجله شويه، يمكن الناس ساعات ما بتقراش بدري، يمكن الناس ساعات شويه ما بتبقاش بتبقى عايشه في دوشه وصخب الفضاء الافتراضي اللي عامل بلبله طول الوقت للناس. وخلينا نعذر الناس في ده بالمناسبه يعني، لان اللي حصل في مستجدات التأثير على البشر خلال السنين الاخيره. تسمية الاستاذ نجيب محفوظ للشر ولكن الشر ذو صخب عربيد. ايوه. عشان كده الناس بتبقى منتبهه للحاله بتاعه الشر، بس هو في نهايه المطاف الخير هو اللي بينتصر. احنا العقول المصريين في السنين اللي فاتت يعني مساله اللعب في الدماغ دي كانت شغاله طيب طول الوقت. يبقى البعد الثقافي تعليم بقوه وان الاداء الاكثر فاعليه هي الدراما. ده مش البعد الثقافي، ده الدور الاساسي في تشكيل الهويه وفي تشكيل طيب. وفي اعاده احياء الشخصيه المصريه. نتكلم على البعد الثقافي بشكل مباشر بعد الفاصل ده. ورجعنا لكم على الهواء المصري مستمعينا مستمعي الراديو 90 90. وخلاص بقى جينا يعني اخر جزء في حلقتنا النهارده وفي حوارنا مع الكاتب الصحفي الاستاذ محمد مصطفى ابو شامه ضمن سلسله حوارات المانيفستو عن الحوار الوطني. قبل الفاصل حضرتك كنت بقى بتتكلم على المحور الثقافي بشكل
مباشر بعد الحديث عن الدراما والتعليم كمؤثر مباشر على فكر الإنسان وبناء الإنسان وسلوك الإنسان. عايز أسمع من حضرتك في عجالة، وفي نفس الوقت لازم نحيي كل أصدقائنا اللي بعتولنا وتواصلوا معانا: حنان الفقي، عبد المغني التويري، نهى حسام، محمود مبارك، سامي، سعد الجمل، عماد غنيم. وحنان الفقي بعت رسالة تهنئة، يعني تحية لحضرتك وعلى الحوار. والأستاذ عبد الحميد أبو إياد الأخرسي يعني مش مقتنع بالكلام إن الصحافة يبقى ليها دخل في تجديد الخطاب الديني، وبيقول يعني تحداك ولو حافظين جزئين من القرآن مش القرآن كله، هل مهمة الصحافة إن هي تبقى حافظة القرآن؟ لا طبعا، هو ده تسطيح بعضك لفكرة تجديد الخطاب الديني. ما هيش يعني الساق المهمة بالمشايخ هو جزء من الخطأ التاريخي اللي احنا ارتكبناه، كويس، وبندفع ثمنه في تعليق شبه كده وتعليقات تانية كتير شايفة ان موضوع تجديد الخطاب الديني هو حكر على المؤسسة الدينية فقط، برغم ان القضايا المطروحة على الخطاب الديني او المطروحة قضايا المجتمع هي قضايا مجتمعية في الاساس، ومستقى من دراسات ومستقى من معلومات ومستقى من ابحاث ودراسات حالة، يعني كلها لا تتعارض مع فالمسألة لازم نتعامل معها بعيدا عن الحساسيات. احنا ما بنتكلم على تجديد الخطاب الديني احنا مش داخلين نجدد في الدين ذات نفسه، احنا داخلين نجدد في معطياتنا احنا مع الدين، في فهمنا احنا للدين، في علاقتنا احنا مع الدين. فلازم نتصالح مع فكرة ان المجتمع كله يكون شريك فعال في ده. وبعيدا عن كل الكلام ده كله، احنا في النهاية الاجتهاد في الدين اصلا مش حكر على المشايخ، الاجتهاد في الدين في اصله بالزبط. كويس، متاح لكل مسلم وكل انسان اصلا بالظبط. طيب الثقافة، الثقافة محتاجة صورة، الثقافة في مصر محتاجة تبقى موجودة في كل شارع في مصر، محتاجة تنتقل من الأماكن النخبوية الكومباوندز الثقافية وتبقى موجودة في كيف يعني بص احنا نعيد الشباب مرة أخرى للقراءة. احنا عندنا يعني احنا مرينا بمرحلة القراءة للجميع، دلوقتي احنا في مرحلة الكتابة للجميع. بالظبط. وده مش مصطلح، ده بتاعي، ده مصطلح لزميلة ليا فيروز يوسف، هي عاملة تحقيق عن هذا الامر من المتدربين من دفعة احسان عبد القدوس. ده كان دفعة هيلة، فهو العنوان لازق في اللي هو عنوان جميل جدا ومعبر جدا عن المشهد الثقافي. بس المشهد الثقافي مش كتاب بس، المشهد الثقافي بقى مسرحية وبقى فيلم سينما وبقى مزيكا وبقى فن تشكيل، يعني في متنوع كبير. احنا دايما بعضك بنروح للكتاب بس، خلي بالك في الثقافة، مع ان ادوات التعبير الثقافي بقت مختلفة. فكرة ان الثقافة تكون في كل شارع بقى لها معادل موضوعي دلوقتي عملته التكنولوجيا او حققته التكنولوجيا. هتقولي طب ازاي انا يعني اعمل الجسر ده ما بين الواقع الافتراضي وما بين المصريين في كل مكان في الدنيا. احنا عندنا تجربة طويلة في العمل الثقافي في مصر، كويس، وعندنا قصور ثقافة في اماكن كتير، وعندنا الثقافة الجماعية، عندنا كيان ثقافي كبير. محتاج اول شيء، يعني اول حافز او دافع او عامل ممكن يحرك ويأثر في المجتمع هو ان هذا الكيان الكبير اللي ممتد في كل حتة في مصر يبقى عنده الوعي اللي يوصله للناس، وعنده الفكر اللي يوصله في الناس. وده جهد مهم جدا على وزارة الثقافة، محتاجة انها تهيئ هؤلاء كويس لهذه الحالة. في شق تاني مهم قوي، يمكن ما يكونش مرتبط بالثقافة او وزارة الثقافة بشكل عام، بس جزء من اليات النجاح في خلق مناخ ابداعي جديد وتقديم اجيال جديدة من المبدعين وفتح افاق للمبدعين، ده كويس، كان مثل عملته الفترة الاخيرة شركة الدوم بالظبط. فكرة المسابقات الكبيرة في كل المجالات بقى، انت قدمت في الدوم حاجات معينة، مجالات معينة، يمكن في الحاجة في الاعلام وحاجة في الغناء وحاجة في التمثيل. كويس، انت محتاج بقى ايه تستنسخ الدوم ده في كل المجالات. انا عايز اشوف مسابقة كبيرة في الشعر وفي الادب، عايز انت حالة الكتابة للجميع دي انت توازيها حركة للتنقية والفلترة من خلال مسابقات قوية، فتقدم للمجتمع جيل جديد، جيل جديد من المبدعين يسهموا في تشكيل وعيه ويسهموا في تشكيل وجدانه،
كويس، زي اساتذتنا الكبار اللي قصوا فينا وربونا وعلمونا وخلقوا وعينا وخلقوا تكويننا الثقافي. طيب قبل بقى ما نختم بقى على ذكر اساتذتنا الكبار، افتكرت النهارده الصبح الاستاذ يوسف ادريس الله يرحمه علشان 95 سنة على ميلاده. وبصراحة افتكرته بأمر جدلي. أنا يعني أنا لست من قراء الأستاذ يوسف إدريس، يعني مش من معجبي أو يعني مغرمين برواياته وأدبه، إن كنت يعني أجله كأديب عظيم. يعني عارف حضرتك، عارف ان انا يعني احساني الهوى. طبعا تمام، انا عاشقه مصاحيا بالنسبه لي، انا بحبه جدا ككاتب مصاحي، وكمان وقرات عنه ما ذكره زميلنا الاستاذ ايمن الحكيم في كتابه العظيم بصراحه غرام المبدعين. فلقيت ان احنا يعني الطاقه بتاعتنا مش متناسبه ما بين كاتب وقارئ لي يعني. بس لقيت له راي جدلي فهطرحه على حضرتك قبل ما نختم. يا ريت يسعدني. كان بيقول ان الرجل قرار، لكن المرأة بينها وبين القرار فجوات زمنية يعني عنيفة جدا. وضرب مثل ده بعملية الشوبينج. قال الراجل بيدخل على المحل عارف هيجيب ايه 3 دقايق ويمشي. قال لك الست او السيدة ممكن تدخل 100 محل في الاخر ما تشتريش حاجة وتمشي. تتفق معاه ولا بتختلف؟ لا اختلف. هو رأي انا شايف انه رأي استهلاكي يعني يتناغم مع فكرة الشوبينج، لكن لا الستات اصحاب قرار وقادرين على الحسم في الاوقات اللي بتحتاجها الامور ده. يمكن انا فسألت الشوبينج بس عشان هو كان مثقل بأعباء زينا كلنا لما بننزل شوبينج مع زوجاتنا بنبقى عندنا نفس المعاناة دي، فاكيد قاعد كتب المقولة دي في لا ده كان حوار مع الاستاذ مفيد. مع الاستاذ مفيد تجلي. تجلي ده استاذ محمد بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني في المانيفستو. وكان طبيعي ان بدايات حلقات الحوار الوطني والحوار مع كل الافكار وكل اصحاب الرأي تبقى مع حضرتك، وده دايما ضيف عزيز علينا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. الثلاث اللي جاي حلقة جديدة من المانيفستو.